رجع حكى معي وقال لي انه ندمان وخلينا نرجع، خلينا نلتقي ومن هالحكي. وانت شو بتقولي؟ وشو رح اقول برأيك؟ والله ما بعرف، من 3 سنين كنتوا تقريبا خاطبين. انت لازم تسألي قلبك، اذا هو ما دلك ما في حل بنوب. انا سألت قلبي ودلني يا محمود. ايه وشو قال؟ قال انه لهاللحظة عملت اخطاء كتير ولحقت ناس غلط، واني ولا مرة حبيت لحد يوم. ايه يوم ما رحت على السوق المغطى والتقيت فيك. يمكن ما لازم احكي هيك، لسه انا ما بعرفك منيح. بس شكله قلبك عرفان ما؟ عرفان. قلبي عم يقول محمود انسان شهم ورجال حقيقي. هلا انت بتعرفي قلبي شو عم يقول؟ شو عم بيقول؟ ما لك ما لك ما لك. لما بشوفك عم تضحكي هيك بحس انه في نار جواتي، بس بدون ما ينحرق القميص. تمام، هيك خلصنا. رح تقولي لعمو جمال اني عملتها تحتي؟ طبعا ما رح قله، ورح يضل هالشي سر بيناتنا. بس انتي كمان رح تقولي لي شو مخبية، ماشي؟ ماشي. من وين جبتي هالسجادة؟ ارفعي وشك وتطلعي فيني. زيزي، السرقة شي كتير بشع، يعني إذا بدك تاخدي شي لحدا تاني من دون علمه هذا الشي كتير بشع، وانتي ما عاد تعملي هيك ما؟ لا تبكي لا تبكي. ليش أخدتيها؟ شو كنتي رح تساوي فيها؟ هات احكي لي لشوف. رح تضربوني. ما حدا رح يضربك. ليكي عم بعطيكي وعد، بس انتي كمان رح تقولي لي الحقيقة. زيزي ليه سرقتي السجادة؟ اسمه جامكوز. جامكوز، واضح انه رح يكون في هيك شي وراه. البنت الصغيرة ما رح تسرق لحالها. تقطع قلبي لو تشوفها كيف كانت عم تبكي. هذاك الكلب بس لو امسكه. شو رح نساوي هلا؟ ما بعرف. يا ترى الأفضل نخبر الشرطة؟ طبعاً هذا الشيء لازم، بس ما بعرف، يبدو لازم نفكر منيح. رح تبرد. لا أنا منيح، لا تأكلي هم. يلا أنت روحي نامي. ضياء خير؟ شوفي لك ما في شيء. بس قلت لك ما في شيء، عم فكر شوي، انت روحي نامي. يلا سيدتي، تفضلوا لجوا في تشكيلة أحلى. وليش بقى عم تخبوا الأحلى جوا؟ حكي فاضي. لأنه ما منفرجيهن غير للسيدات الحلوين يلي بيلبق لهم هيك شي. تفضلي تفضلي لجوا. آه منكن، ما حدا بيطلع له معكن. بتشرفي بأي وقت، نحن مجوهرات كربيس. محمود شوفي خير، شو صاير؟ ولا شي، رايح على الشغل. يا الله، طب احكي لك شي مفيد يا أخي.
شو صار معك مبارح مع البنت قصدي؟ نفذت العملية؟ عملية شو لا؟ بنجا بنجا حبيبي شبا؟ قولك قولا؟ بتعرف شو مبين عليه؟ عارض على البنت الزواج أنا متأكد. لك أنا متورط وأنت مانك حاسس وقاعد عم تتمسخر علي؟ قولي علينا ورطت شو يا؟ مفكرة أني إنسان شهم ودغري وكريم ومدري شو؟ إيه طيب أنت هيك أصلا؟ إيه لا ماني هيك، بسببك قلت للبنت أني صاحب المحل هاد، كذبت عليها، ما قدرت إلا أني مو صاحب الدكان وأني كنت متزوج وأنه عندي ولد. إذا دريت شو رح يصير؟ شو رح يصير يعني؟ اللي بده يصير رح يصير، ما تنهم هيك، رح لاقي لك عشرة مثل ملك. تركنا يا تفو علي محمود، صرت كذاب بآخر عمري محمود. لا إله إلا الله. اليوم لا تطلع لبرا، انت تعبان ومانك نايم بالليل ابدا. نعمات تفضل تعالي عدي هون شوي. قولي لابني خليه يجي المسأل عنا لهون. قصدك جمال؟ لا تيمور. تيمور؟ ايه حابب احكي معه شوي. بخصوص شو يا ضياء؟ في كم موضوع عالق براسي حابب احكيهن قبل ما يفوت الاوان. منيح يلي فكرت هيك، على خير ان شاء الله، رح روح فورا اعطيه خبر. يعني ما زعلت مني؟ لا زعلت منك، بس مو مشان السجادة، بس لانك خبيتي علينا. كل شي بصير معك خبرينا عنه، اتفقنا؟ اتفقنا. ما وعدناك ندير بالنا عليكي؟ ايه وعدتوني. ايه طيب شو؟ بس انا كنت خايفة منه كتير لهذا جان كول. خلص حبيبتي ما بقى في داعي تخافي، نحن رح نحل الموضوع. كيف رح تحله؟ انت بس احكي لي عنه او صفي لي وين ساكن. تعرفي الانوان؟ ما بعرف، بس كان في شغلات هنيك هيك شكلها. هنيك بتروح وبس تمرق من تحت هدول الشغلات بتلاقي نفق وبتفوت من النفق. عرفت المكان. برافو عليك يا بنت، والله بتعرفي توصفي احسن من اردا. وبعدين كملي. بعدين بتروح 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 بتلاقي شجرة. هربت ما هيك؟ شو؟ هربت البنت. لا ما هربت ابني، بس معلومك البنات احيانا بخافوا، قصدي بخصوص الزواج، مشوش تفكيرها ودماغها ملخبط شوي. ايه شو يعني؟ لشو الخوف؟ رح تعدي على خير اكيد، رح نلاقيها يعني، ما هيك عثمان؟ ايه. طيب يمكن ما بدها، ما حدا سألها. انت خلصي يا بنت، انت ما لك كلمة. في حدا تاني؟ لا يا ابني شو هالحكي، اعوذ بالله بنتنا مو هيك ابدا. مصطفى يا ابني، انا مو قلت لك اصبر شوي، طمن بالك وارتاح. ما عاد في راحه يا سيد عثمان. شوف وانا كمان نشف حلقي. وانت كمان ما عم تشرب مي؟ لا عم بشرب مي ولا عم باكل. هالشغله ماني مرتاح لبنوم. شو رح نساوي هلا؟ اذا مو هي مين؟ انا رح ارجعها. ديار بنتي ما بتعارضني ابدا وبتسمع كلمتي، بروح لعندها وبرجعها. انت لا تاكل هم ابدا، انا رح جيبها اكيد. كيف يعني؟ رحت ولقيت مكانه للزلمة؟ تقريبا، بس ما دورت كتير هنيك، يعني ما عملت شيء. المسا منروح سوا ومنلاقيه. لك يا بهلة، انت جنيت منيحة، نحن شو في إلنا شغل مع هيك ناس؟
واحد مجنون بيشغل اولاد صغار بدك تخاف منه؟ معقول هالحكي؟ اصلا ما بينخاف غير من يلي بيأذوا الاولاد. كتير مزبوط يلي حكيته اخي محمود، هالشغلة اكبر منا بكتير، بعيد عنا. شو بتقول؟ ما بروح وانت ما بتروح وانتهى. شو بده مني طيب؟ شو بيعرفني يا ابني؟ ليش هو من امتى كان يحكي لي كل شيء؟ لك يا امي صار لنا كم سنه ما التقينا، مو بس ما بيرضى يشوفني، الشارع اللي انا فيه ما بيدوسه. شوفي شو تغير هلا؟ منين طلعت هالدعوه؟ والله ما بعرف يا ابني، من امبارح ساكت وقاعد عم بيفكر وشارد. عم يفكر باخطائه ليكون. تيمور شو رح اقول لك؟ نحن كبرنا يا ابني، ما عدنا مثل قبل. يمكن ابوك كمان فكر منيح وقرر انه ينتهي باهل الخلاف. ليش انا اللي بلش الخلاف يا امي؟ مو ابي هو يلي محاني من كل دفاتره؟ مو هو يلي قلعني من البيت؟ بس هذا الحكي طول وصار له زمان، اكيد مفكر بالموضوع منيح. بعدين بالنتيجه بضل ابوك، اذا طلبك لازم تروح تشوفه. ابي ابي نعم هيك مكتوب بالهويه. تيمور يعني اذا ابوك ماله خاطر عندك انا ما الي؟ بتجي وبتسمع كلامه، وإذا لزم الأمر بتعتذر كمان. لا تسكر باب بيتك على حالك وتقفله بوشك، خلي النار يلي عم تحرقني من جوا تنطفي وارتاح بقى. قديشك حلوة وبتجنني، يعني لما بشوفك بيرتخوا ايدي ورجلي وحتى بنسى شو يلي كنت بدي اقوله. كنت بدك تقول شي؟ ايه انا لازم اعترف لك بشغلي ملاك. طالما نحن اصدقاء وصداقتنا عم تتطور. انا كمان في شي لازم قلك يا محمود. ايه تفضلي قولي انت بالاول. لا انت بلشت بالاول فانت لازم تحكي. طيب شو بدي اقول؟ هلا يا ملك، طبعا اي انسان ممكن يكون عنده شويه اخطاء بالماضي، مزبوط؟ اذا انت بدك تحكي عن علاقات سابقه بالماضي وعن جد هالعلاقات ضلت بالماضي، انا ما بيهمني ابدا يا محمود، ما في داعي تحكي بهالقصص عن جد. ها حلو حلو. بس هلأ أحياناً ممكن يكون لهي الأخطاء بعض الثمار. ثمار؟ مثل شو؟ أكيد مو مثل التفاح والنجاص. الحقيقة أنا عندي ولد يا ملك. أنا كتير بحب الأولاد. قديش عمره؟ 11 سنة، عايش بهولندا كمان مع أمه. بورجيكي صورته؟ طبعاً. يا حياتي كتير حلو. يعني انت ما تضايقتي؟ لا ليش لحتى اتضايق؟ يعني قلت لحالي يمكن تتضايقي، فكرت يعني. بس والله كتير منيح، كتير حلو، برافو برافو. ايه هلا دورك انت. الموضوع تبعي مو كتير حلو مثل موضوعك. ايه ويكون. انا بحاجة لمصاري محمود. ليش؟ ما فيني احكي، قصدي هلأ ما فيني اقول، حلفت. حلفتي؟ كيف يعني؟ قلت لك ما بقدر، بس لازم امن مصاري باسرع وقت ممكن. كان في إلنا قرايبين بمرسين عارضين علي شغل، يمكن روح لهونيك لأشتغل. عمرسين؟ يا رب دنيا القصة على خير بقى. ياسمين شغل الفرن. يعني عجيبة إنه أخي اقتنع إنه يجي. ما خليت طريقة لحتى أقنعه والله.
وهلا بس يجي ويدوق هدول رح يطير عقله فيهم. امي هلا برايك في عن جد احتمال يعني انه يمشي الحال؟ ياسمين اسكتي شوي وفكري شوي بشي مفيد يا بنتي. نعمات شو صار بالطبخه؟ لسه ما استوعبت؟ والله مت من الجوع، ليكون ما طبختي لسه. غيرت رايي، رح اعمل ورق عنب وكم اكله من يلي بيحبهم قلبك. والله؟ يعني في تحضيرات لشي عزيمه؟ ايه معقول لك؟ شفتي؟ مع انه كتير بيحب ورق العنب، بس لانه تيمور كمان بيحب ورق العنب، عمل حاله هلا مو فارقه معه. شو برنامجنا الليلة؟ برنامج شو؟ أنا رايح على البيت. شو بنا يا زلمة؟ فوراً تتغير وتنتزع. اسمع، اليوم وقعت حمامتين بالمصيف. شو قلت؟ حمامتين. لك زبطت بنتين حلوين بالمحل، وقلت لحالي منروح منفتح طاولة. مستحيل. الشارع لك والسمرة لي. خلي اثنيناتن لك. طيب حط لي الحمام على جنب. شو رأيك فرخين فريدي؟ شو فريدي؟ سمك سمك. أنت ما بدك تزوق، ما بتفكر غير بالنسوان، هلا أنت صايغ ولا صياد سمك؟ لك يا جمال يا حبيبي تخيلهم ممددين هيك بالصحن وجاهزين للاكل. شو بنا محمود؟ ايه ليك هذا رح يجنني. شو صار مع هي البنت؟ التقينا ما مشي الحال. لشو؟ بدها تسافر. لوين؟ عم تقول لمرسين، عم تقول بدها تشتغل. لك قديش انا مالي حظ يا اخي، كل ما بصيد سمكه بتزمط وبتهرب. سمعت سمك سمك. امشي يلا امشي امشي لقلك. يلا يا محمود ليش مزعل حالك؟ يعني مرسين ما بتبعد كتير من هون، ساعة بالطيارة، من هون لهنيك ما هيك؟ يعني عيارة تذكرة ذهاب ويا. تصبحي على خير يا مليحة. شايف يا بابا روحت على حالي حلقة اليوم. ولك بنتي وطي هالصوت شوي. طيب تصبح على خير. ها اجا. اهلا وسهلا فيك يا ابني. شكرا. يسلموا. جديد هالطقم؟ كتير لابق لك. كيفك؟ جوا ما ناطرك. تيمور بس لحظة، دخيل عينك لا تكسر بخاطري. مرحبا. نعمات ممكن تسمحونا شوي؟ كنا بنحكي على الأكل. نعمات رجاء وبس تطلع سكر الباب وراكن. يلا حبيت تشوفني. اي نعم حبيت احكي معك شوي. ما في اهلا وسهلا؟ اهلا وسهلا. اهلا فيك. كيف صحتك؟ صحتي منيحة. ايه وانا منيح. تعرفني ما بحب كتر حكي، رح فوت مباشرة بالموضوع. انت عرضت شغل على ديار؟ ايه ليكون للبنت شغل منيح وثابت. برافو برافو كتير حلو هالحكي. شكرا. قديش وحساس ابني وبده خير للناس.
مفكر انه الناس اغبياء وبينخدعوا بسهولة. ما فهمت. مفكرني ما بعرف شو هي نواياك؟ قليلة الترباية. لا تغلط بالحكي. ما بينغلط الا مع الناس الغلط. هلا رح تغري البنت بالمصاري وتلعب لها بعقلها ورح تحط عصي بدواليب جمال، ما هيك؟ هيك نيتك. شو مشكلتك مع هالولد ها؟ ولد. ولد صغير وبحاجة حماية ابوه، ما هيك؟ اجا شكالك وقعد يبكي، بابا شوف تيمور شو عمل فيني. اصلا من يوم يومه هيك بياكل رغيفه وبيتمسكن. لك ان يعمل مثلك، ياكل ويبزق بالصحن اللي اكل فيه؟ ها؟ ببيع اهله وابوه بالسوق مشان قرشين؟ هالحكي وين موجود؟ ها؟ باي شريعه واي دين؟ طبعا. اصلا انت شو بهمك من الشريعه والدين؟ انت قلة الشرف متأصلة بدمك. بأي حق عم توقف دائما بوش جمال ها؟ لا تحكي معي بهالطريقة. بأي حق عم تحكي معي هيك؟ حق الأبوة؟ ما بتتذكر انك أبي إلا بالشغلات العاطلة؟ مالي أبوك لأنك ما بتستاهل وما عملت شي لحتى أكون أبوك، بس جمال عمل. فمشان هيك بعد عن طريقهم ولا تتدخل بشغلهم وطموحاتهم. وشو رح يصير إذا قلت لك لا؟ كأنك عم تتحداني يا ولد. يلا اطلع من بيتي. نلع. اطلع. نلع. كله من عنادك. ما خليتني طعمي حبة جبرة. شيل هالاكل من وشي. يلا. شو ناطرين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بدي اشوف ولا واحد منكم الجنينة مرة ثانية، مفهوم؟ أنت شو عم تعمل ولاد جنينة؟ شو ولد صغير أنت؟ ما عاد بدي اشوفك هون، مفهوم؟ يلا نقلع لشوف. وانت طلع يلي معك. اخذت كمان 50 ليرة، طالع لشوف وينها. وحياة الله ما معي غيرهم، والله هدول بس. تعال هون لشوف. ولا عم تكذبني ولا كلب ها؟ عم تكذبني انا؟ عم تكذبني؟ نزل ايدك ولك. اترك الولد. مين انت ولا؟ وشو جايبك لهون؟ عرفتك. انت تبع السوق المغطى. اي نعم انا. ايه شو دخلك انت بهاللقطاء؟ مسؤول عنهم شي؟ ايه مسؤول عنهم. بعدين خليني اقول لك شغلي. أنا كمان لقيط. لك أردا أنت ليش بتخاف؟ تعال نلعب لنا دق طاولة يلا. انا عم بقرا شي مهم، ما كنت عارف تحل عني بقى. وشو هالشي الكتير مهم يلي بتكون عم تقراه؟ يعني وحده سمره ولا شقره هالمره؟ تفضل تفضل شوف وينها. اي شو هدول؟ وين 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 مخبي البنات انت؟ شفت انت اتهامك كان باطل ها. اي بالله. شو عم نقرا؟ مجله سياحه. عم فكرها شي تاني. نامت؟ لا، قال بدها تستنى عمو جمال ليرجع. بس رح يتأخر ما هيك؟ والله ما بعرف، ما حكى لي شي. والله وأنا كمان ما حكى لي شي. لك هالمجنون وين تأخر لهلا؟ أردا؟ بس ما يكون رايح لهديك القرني ولو؟ لوين؟ Thank you.
بنشوف. يلا حلا. تمام سيدي، حملنا الاولاد بالباصات. خذوهم على المركز. طيبين لجوا يوسع علم سيدي. ماشي تمام يا شباب، لكم سياره العقيد، خبروا المركز يجيبوا لهم اكل ومي للاولاد. لك شبك عم توجعني؟ لا ايش مفكر لي حالك رامبو انت يعني؟ يا ربي دخيلك. ممكن تفهمني ليش رحت لحالك وما اخذتنا معك؟ عزمتكم وانتم ما رضيتوا تجوا. لك الواحد بيخبر الشرطه بس ما بيروح لحاله لهنيك. ايه خبرتهم وانا راجع. ايه بس يعني تاخرت شوي. وجام كوز شو صار فيه؟ ما بعرف، قد ما ضربته غمي وانا كمان غميت وما عاد دريت بكل شيء صار حواليه. حط له هي تحت راسه. ايه يلا مشان يرتاح لك. راسه ورمان هون كمان. بالله وين؟ لك يا ابني انت ناطحه براسك ولا شو عامل؟ ما بتذكر. برأيي ناخده على المستشفى. وانا هيك رأيي. لا لا انا كتير منيح، لا تاكلوا حمي. تركوه تركوه، بلكي بيموت وبيتعلم بقى. بالله راسه سميك سميك وما بيصر له شي، لا تخافي عليه. هلا ما راح يخلينا ننام وراحت علينا اليوم. وهلأ شو رح يعملوا بهالولاد؟ ما بعرف، غالبا رح يبعتوهم لعند أهليهم. يمكن في ولاد منهم ما عندهم عيلة، الله أعلم. يمكن كلهم. أردت أجيب لي مي. حاضر. شوفي ما في شي، في رفيق عازمني على سهرة وما سهرة وهيك يعني، بس أكيد ما رح روح وأتركك هيك. إيه خلاص روح، بركي صار شي لا سمح الله. لك عم أقلك روح. ليك هاي محمود هون مثل الضبع بيحميني، لا تخاف. منيح عم تقدر تمزح تنكت. يلا روح روح، بس فيقوا لمحمود بالأول خليه يروح على تخته، بفيق الصبح مودب. طيب محمود، محمود قوم روح نام تختك. قوم يلا محمود روح على تختك قوم نام. يلا جمال كم قطعة؟ واحدة شكرا. شكرا. شو صار؟ في وجع تحت رقبتي كتير عم يوجعني. اي شو لازم نعمل؟ استريح استريح. ما بعرف بجوز من الخدة، ما عم بقدر ارتاح عليها. لو في مخدة مثل المخدات اليابانية هيك اسطوانية. معلش حط راسي على ركبتك. طبعا طبعا. شوي شوي شوي، هلا حط راسك هيك احسن بكتير. شكرا. هلا هيك احسن؟ شكرا. غريبة الحياة ما هيك؟ يعني اخر شغلة كنت اتخيلها اني فتح عيوني الصبح وانا حاطط راسي على ركبك. لا سمح الله طبعا اذا صار معي شي نزيف دماغي او جلطه ومتت يعني رح تكوني اخر شي رح شوفه بهالحياه، ما هيك؟ يعني محظوظ. جمال
اليوم حكيت مع تيمور وقلت له اني رفضت الشغل معه. عن جد عم تحكي؟ مانك عم تكذبي علي لانك خايفة موت ما هيك؟ لا. شو صار لي؟ انا كثير اسف بعتذر، تصرفت بدون وعي. بتعرفي صار معي هيك شبه ارتجاج بالدماغ، ما بقى شفت قدامي بنوب، ما شفت، صدمه، صدمت كاني بستيك. والله شكلها صابتني حمى مالطيه مفاجئه. شكون ربك انك اكل قتل كفايه اليوم والا شكرته. المهم انت ما تضربي. امي لسه ما نمتي؟ ما اجاني نوم. ولا يهمك، انت نامي. امي حبيبة قلبي لا تزعلي، كل الحق علي انا. مشان الله يا امي، ليش من وين كنتي رح تعرفي انه رح يصير هيك؟ كان لازم اعرف وما انخدع بسذاجتي. ليش انت مفكرة اني ما بعرف ابوك منيح؟ عناد عناد عناد، راسه مثل صخر. بتخيل انه اخي ما كتير تضايق، يعني اكيد متضايق بس رح ينسى. ما تزعلي امي. ما شفتي شلون طلع لبرا؟ انت التانية يا ابني. ابصر هلا شو عم يعمل. دقي له لشوف، خليني اسمع صوته. اذا دري ابي انه دقينا لاخي بتعرفي شو رح يساوي ما هيك امي؟ ياسمين لا تقولي لي ابوكي. يلا دقي. أنا ماشي معلم. عم يندق تليفونك. البيت البيت، ليش رحت لهنيك ما بعرف ليش. ما رد، ما عم يرد. اكيد زعلان منا كمان، طبعا من كسر خاطره. معلم تيمور انت منيح؟ منيح ايه، كتير منيح. انت فيك تروح. انا اسف ما سمعتك. لك اشتب نلع امرك. جبيني. لك يا ابني هذا بعدين، شو كنت عم تعمل مع البنت؟ ليش شو عملت؟ جمال انا شفتك شو كنت عم تعمل. قصدك ايه ما في شيء
البنت خبرتني خبرية كتير حلوة وأنا ما استحملت حالي فبستابه. أنت لا تفهم غلط لأنه ما لك يا ابني، إذا رجال باس مرأة على خدها شو هو اللي بدك كاني ما أفهمه غلط؟ الخبرية حلوة، عذر أقبح من ذنب. بابا والله العظيم مو مثل ما أنك متخيل. البنت أمانة برقبتي يا جمال، أنا وعدت أبوها بتتذكر ما هيك؟ من هون ورايح رح تنتبه لحركاتك وما تحطني بموقف حرج، ولا أنت كمان. وهلأ قلي شو صار لجبينك؟ بابا الموضوع كله عن زيزة. ايه؟ كان في واحد أزعر وسرسري كان ملاحقة جامع أطفال صغار وعم يخليهم يشحدوا، يعني عم يسرقوا. شو؟ عم يسرقوا؟ ايه اجت حكت لي القصة. ما شاء الله البنت ذكية، اجت حكت لي ورحنا نحن. جمال، لك جمال يا ابني. لك انت شخيرك ما بيخلي الواحد يموت. يا اخي لك يخرب بيتك على هالمزحه، وقفت لي قلبي. انا عم اموت هون وانت قاعد عم تشخر وعم لبالك. لك انا عم بشخر من شان ما تغفر، والله جسمي صار مثل المي من العرق ومن الخوف. اوف، انا فايت على الحمام. لا تطول لاني بدي احلق دقني. لك يسلموا ايديكي. شو انت ما راح تشربي؟ ياسمين. نعم امي. كنتي عم تقولي شي عن المسا، يلا اسألي لأبوكي. بابا المسا في عيد ميلاد رفيقتي، حبيت اسألك اذا فيني روح المسا. ايه بقعد ساعتين وبرجع. وامك شو رايها؟ تسمح لك يا ترى؟ تسمح لي ولو؟ حكيت معها. ايه منيح اذا امك ما عندها مانع، روحي بس ما تتاخري. حبيبي بابا ما بتاخر. اصلا ما كان في داعي تخبريني طالما حكيتي مع امك. يلا محمود شو نمت؟ محمود رح فوت لجوا. ها شو هالليل اللي مرقت علي يا بالاول عملت زلمي والتاني اكلت قتلي وبعدين بستلا ديار. والله بستلا ديار. شو صار محمود افندي؟ معقد لسانك؟ شو؟ بتكون لساتك نايم؟ بس بصراحة ما كانت نيتي سيئة بنوب. لما قالت لي انه رفضت عرض تيمور من فرح فيه نطقت وبست البنت. بس شو بدك بالحكي؟ أخذت لي عقلي، يعني اشتهيت بوسة عن جد. خدي هالكنزة كمان. ما بتعرفي يمكن يكون باسطنبول برد. هاتي. ماجدة، رح أبعتك لهنيك بس ما تطولي، ما بدي ضل بالي مشغول عليكي. وليش لا ينشغل بالك؟ رايحة احكي معه وجيبها. أنا ما عم ببعتك لتحكي معه،
إذا لزم الأمر بترجعيها بالزور. لا تطلعي فيني هيك. ليش شلون عم بتطلع؟ ما عم تفهم علي، ما عم تفهم. لك عم قلك وعدته لمصطفى. البنت بهدلتنا وخلت شرفنا بالأراضي. شوفي يا ماجدة، بكرة البنت لازم تكون بالبيت، وإذا ما كانت الأفضل إنه أنت كمان ما تكوني. فهمتي؟ لا ما فهمت. ما فهمتي؟ طيب رح أرجع فهمك. ديار خانم كحد أقصى بكرة الظهر رح تكون بالبيت، وإذا ما كانت وقتها يا خانم بدك تدبري راسك. هلأ فهمتي؟ يعني مو حرير ولا مخمل ولا اي شيء ببالك. بدك تقول مثل الوردة اللي عليها هيك ندى، ولا على هالعيون هيك من قريب احلى واحلى. يعني ما بتشبه البنات هون، مو ده مختلف. هيك بنت ريفية عن جد، بنت حقيقية، بتحسها هيك طالعة مثل الصبارة من الارض. مو طبيعية هالبنت، ريفية وعنيدة، مو مثل بناتنا اللي هون. بس اطلع انا بورجيك البنت الريفية. ديار؟ ايه ديار. ومحمود معك هون؟ انت لساتك هون؟ لا ليك نطلع. اطلع اطلع. طيب وينو محمود؟ ولك بهلي؟ اكلت ضربي على راسك وصرت تحكي مع حالك؟ اخ بس لو تعرف. شو؟ انت اكتر واحد وقح واقل واحد ترباية بشوفه بحياتي، سمعت؟ كأنها قالت لي وقح. ما؟ ايه يعني شو بدها تقول لك؟ هجمت عليها بغرفتها وهي نايمة، وعلى الحمام لحقتها وما تركتها، ما صفي الا تغتصبها للمخلوقة. يا حول الله.